والحب الكبير معاكم وزيرة التفاؤل مع انتي برجك. باش نبداو ببرج الحمل، وبرج الحمل اليوم باش تكون انت المحظوظ والاول وفي الصدارة بدون منازع. فرصة العمل لغير الناس اللي تبحث على عمل، ترقية، رد اعتبار صديقة قد تتحول الى الحب. من الممكن أن تتحصل على مال من إرث أو عن طريق ألعاب الحظ. اللون الجانب لك للحظ يا برج الحمل اللون الأحمر القاني. ومع الثور اليوم برج الثور، أوضاعك المالية فيها تحسن، تحصل على فرص مادية كبيرة، وقد تحصل على موافقة القرض أو تسديد ديون، والأضواء تكون مسلطة عليك في الإيجابي، والناس تحكي عليك بالإيجابي، وعندك الكثير من المفاجآت خاصة من الناحية العاطفية. وانتظر أخبار على السوشيال ميديا. والحجر الجالب لك بالحظ هو حجر الجاد اللي يعتبر حجر الثروة. الجوزاء اليوم عندك معاك القوة والطموح، وباش تعمل اتفاق على عمل ولا عقد عمل، وخاصة باش تقوم بأصعب المهام على أحسن ما وجهه وعلى أحسن ما يكون. يكون لطيف أكثر مع شريك يا برج الجوزاء. العائلة تطلب منك الكثير من المسؤوليات، الله غالب أنت قدها وقدود. عندك علاقة رومانسية مع شخص يا إما أكبر منك ولا أصغر منك في السن. اللون المناسب لك اليوم اللون البني يا برج الجوزاء. مع السرطان، سرطان عندك نجاح مادي، آمن بنفسك يا سرطان وبقدراتك. أنت بحاجة للراحة، ابتعد عن الناس اللي طاقتهم مش إيجابية، وعندك الأمور تتفرهد وانفراجة عاطفية، وتعيش اليوم بالذات حب ورومانسية وعشق غرام يا سرطان. الأسد، لا تكن متباطئ يا أسد، خذ بزمام الأمور، تقارب مع الآخرين، فما حب باش يدخل لحياتك، حياتك كلها باش تدور يا برج الأسد. نهار اليوم نهار حب في حب، اهتم أكثر بعائلتك. عندك بيع وشراء العقار أو موضوع عقاري، وممكن تنقل من بيت جديد إلى ما أحسن، وإلا تنتقل أنت البيت جديد يما تعبت على خاطر باش تحصل على النقلة هذه، وقد تكون نقلة عملية يا برج الأسد. العذراء اليوم انسجام يا برج العذراء وراحة نفسية، فترة من الرضا. أنت في نهاية مرحلة مهمة ياسر في حياتك، وتحقق حلم ياما كنت تلوج عليه وتفركس عليه، تقدير معنوي ومادي. عندك اتصالات على السوشيال ميديا، علاقات ولقاءات. الميزان، انت مفعم بالنشاط وعندك تألق، واي قرار باش تاخذه باش يكون قرار باهي، وخاصة اذا كان قرار على بيع وشراء او سفر كذلك، قد تكون نتائج الدراسية مفرحة ليك، وقد تفرح بنتائج احد ابنائك. سوء فهم مع الشريك، حاول مش تلقى توازن وتفاهم مع الشريك يا برج الميزان، وحاول تكون متوازن كما انت تبحث عن التوازن. المرونة مطلوبة منك اليوم. العقرب اليوم تعويض الخسارة، امور تتوضح، خطط اكثر وما تخافش من المخاطر. تبع الحدث نتاعك اليوم يا برج العقرب. تقضي وقت جميل مع الاصدقاء ولا مع العائلة. الشريك ممكن تتعرف عليه، الشريك المناسب على طريق السوشيال ميديا ولا عن طريق احد الاصدقاء. القوس، ابذل اليوم مجهود اضافي يا قوس، خاصه في العمل. النجاح باش يكون حليفك، واللي عنده اعمال حره راهو فما اشياء واتفاقات وبيع وشراء في صالحك يا برج القوس. اخبار على السوشيال ميديا، صداقات جديده، تغيير شكلك الخارجي،
قص شعر النساء برج القوس يكون إيجابي جدا. الجدي اليوم افتح قلبك للحياة، تحسن في وضعيتك المادية، إن شاء الله أخبار باش توصلك، تتحرر أخيرا من القيود اللي قادم ليك، قد يكون توأم روح أو توأم شعلة، وهذا باش يدخل فرحة لقلبك. أحسم الأمور مع الشريك، شراء لسيارة أو صيانة السيارة. الدلو اليوم أبواب تفتح في وجهك، تحقق هدف متاعك على جميع الميادين. أنت مقبل على قصة حب جديدة، وفما شكون باش يقدم لك اعتذار. أفكارك متجددة وخلاقة، تجنب الاستفزاز يا برج الدلو. الحوت اليوم عندك شعبية كبيرة يا برج الحوت، باب العلاقات مفتوح على مصراعيه، تتحرر من القيود والضغوطات، عندك حسم العلاقات، وعندك كذلك التصالح مع شخص، وقد التصالح هذا قد يعطيك الطاقة الإيجابية. حافظ على وزنك اليوم، وحاول باش تكون أكثر مرونة في التعامل مع عائلتك. تطلع بير تهبط بير، تخفق جناح الطير، اللي يحبه ربي هو اللي يصير.